أو السنة الجامعية لولاية غردايا بجامعة غردايا العامرة أنها تجاوز 3800 طالب، وهذا ليس بالرقم الهين أو الرقم القليل. 3800 طالب، أكثر من 3800 طالب إن شاء الله يكونوا سند لمجتمعنا من أجل بناء الجزائر التي تعول على أبنائها. كانت كذلك سنة الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية. الحمد لله مؤسسة الدولة دائما أثبتت وتثبت أن مهما كانت الصعاب مهما كانت الأزمات المؤسسة تبقى واقفة ثابتة بفضل رجال الجزائر. أنا ملومة فايزة، تخصص تعليمية اللغة الإنجليزية ماستر 2، متحصلة على 18-13. الحمد لله يا ربي ونشكر والدينا. بمناسبة حفل نهاية السنة أقدم كل الشكر التهاني لوالدي ولكل من وقف معي.